يا صباح الخيرات على كل حضراتكم والسيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية حلقة يعني جديدة وحلقة بداية الأسبوع تحديدا من 10 الصبح في الأهلي، ويا رب إن شاء الله يكون أسبوع كله خير ورزق وسعادة علينا جميعا. هنعمل إيه في حلقة النهاردة؟ كما هي العادة حضرات أكيد هنتكلم عن النادي الأهلي بكل تفاصيله بكل فروعه بكل فرقه المختلفة، هنتكلم عن الرياضة العالمية، هنتكلم عن الصحافة العالمية وإيه أهم المانشيتات اللي جت في الصحف والمجلات المتخصصة في دنيا الرياضة أو حتى في المواقع الرياضية المختلفة. ده طبعا إلى جانب الجزء الثاني من حلقتنا، والنهاردة إن شاء الله في جزءها الثاني حلقة النهاردة هنكون عندنا فقرتين. الفقرة الأولى هينورنا من خلالها سيادة اللواء حازم الحسيني وهو رئيس الاتحاد المصري للرماية، وهنتكلم معاه عن تصدر مصر للبطولة العربية، ده أولا. ثانيا الفقرة الثانية هيكون منورنا من خلالها كابتن إيهاب المصري وهو مهاجم مقاولين العرب السابق، وحديث عن الأهلي والترجي، وبطبيعة الحال لن يخلو الأمر من الحديث عن منتخباتنا المختلفة. لكن قبل أي شيء مهم جدا إن احنا في بداية حلقة النهاردة نبارك ونهني كابتن مصطفى عبدو انطلاق برنامج المجري، حدث بالأمس وابتدى بحلقة تاريخية الحقيقة مع وزير دفاع الأهلي كابتن حسن حمدي. حلقة كانت رائعة، وكما هي العادة فيما يتعلق بالنادي الأهلي الحمد لله المركز الأول هو دايما مكاننا، وكان هاشتاج وزير الدفاع والمجري هو الهاشتاج رقم واحد على مستوى مصر بالأمس. مبروك انطلاق البرنامج، لازم نتوجه بالتهنئة للكابتن إسلام الشاطر والأستاذ إيهاب الخطيب، وطبعا مبروك للكابتن الكبير مصطفى عبده، يعني عرض أول حلقات برنامج المجري على شاشة قناة الأهلي. طبعا كلنا سعدنا جدا بمتابعة هذا اللقاء الشيق مع كابتن حسن حمدي، واللي يعتبر من أفضل القيادات اللي أدارت الرياضة في مصر بشكل عام. حسن حمدي ساب بصمة لا تنسى، وأثبت إن هو بالفعل واحد من أنجح الشخصيات اللي ترأست النادي الأهلي على مدار تاريخه. مهما قلنا مش هنقدر نوفيه حقه، حسن حمدي واسم كبير وإنسان مخلص جدا ومحب جدا للنادي الأهلي، وما نقدرش ننكر كلنا إن هو بالفعل شخصية مؤثرة في كل الناس اللي عرفوه وكل الناس اللي كانوا بيتابعوه حتى من ايام ما كان لاعب، وكل الناس بطبيعه الحال اللي تعاملوا مع يعني معاه. فاكيد بنتوجه بكل التهاني لكابتن مصطفى عبد. تعالوا بقى نبتدي معاكم باخر اخبار فريقنا النادي الاهلي اللي هيواصل النهارده تدريباته على ملعب مختار التتش، وكمان هيجري مسحه طبيه استعدادا لمواجهه مهمه جدا كلنا مستنيينها، وطبعا الاهلي بيستعد لها بمنتهى القوه، وهي مواجهه الاهلي والترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي بنقول يا رب ان شاء الله يعني يرجعوا باذن الرحمن من تونس سالمين غانمين باذن الله. الفريق النهارده هيواصل تدريباته، لكن بكره الاثنين هيكون راحه سلبيه حسب ما قرر الجهاز الفني، ان هم هيدوا للعيبه راحه سلبيه من التدريبات في اطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لمواجهه الترجي التونسي. طيب تعالوا بقى نطمن على لاعبتنا اللي كانوا خارج التدريبات الايام اللي فاتت. المغربي بدر بنون هينضم للتمرين النهارده بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده ووصوله القاهره بالامس. كمان لاعبي الفريق الموجودين في معسكر المنتخب الاولمبي هينتظموا هم كمان في تدريبات الفريق من ابتداء من يوم الثلاث المقبل ان شاء الله، عقب انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الاولمبي المقام حاليا استعدادا لخوض منافسات الاولمبياد. وجدير بالذكر حضرات ان بتضم قائمه المنتخب الاولمبي من لاعبي النادي الاهلي كلا من مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن واكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر. طيب عايزين برضو نتكلم معاكم عن يعني احتفالية كبيرة جدا حدثت بالأمس لتكريم النادي الأهلي بعد الإنجازات الكبيرة اللي حققها خلال الفترة الماضية، واللي طبعا كان آخرها الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي. تسلم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة درع التكريم بعد تكليفه من قبل المجلس بتمثيل النادي في هذه الاحتفالية اللي نظمها حزب الوفد المصري العريق. هنشوف مع حضراتكم تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير، اتفضل. كل الشكر والتحية لمؤسسة الوفد العريقة برئاسة المستشار الجليل بهاء الدين أبو شقة. دي مش جديدة عن النادي الأهلي، الحمد لله رب العالمين. يعني النادي الأهلي دايما بيبص إزاي يبقى نمرة واحد، إزاي يسعد الشعب المصري. النادي الأهلي أسس على الوطنية والوفد أسس على الوطنية، ففي عامل مشترك. في ناس، أول رئيس جمعية عمومية للنادي الأهلي كان سعد باشا زغلول، معالي الباشا فؤاد باشا سراج الدين كان وكيل النادي الاهلي، كان وكيل في مجلس اداره النادي الاهلي، وبعدين بعد كده بقى رئيس شرف النادي الاهلي.
ففي يعني تواصل من زمان ما بين الوفد وما بين النادي الاهلي، وربنا يقدرنا كده ان احنا كل سنه نتكرم. النادي الاهلي دايما بيحاول يعني يمشي صح، مبادئ وقيم النادي الاهلي هي اللي دايما بتبقى الاطار اللي احنا بنمشي فيه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، يمكن قبل ما يدخل الانتخابات كنا معانا برنامج انتخابي، يمكن 95% من هذا البرنامج اتحقق، وده التكريم يعني، ده من يعني الحقيقه كرم وفضل كبير من ربنا، وربنا يقدرنا كده دايما ان احنا يعني نبقى خير من يمثل عضو الجمعيه العموميه داخل مجلس اداره النادي الاهلي، وفي نفس الوقت من يمثل جمهورنا العظيم اللي هو في الاول والاخر بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الداعم وهو يعني عجله الدفع لهذه الانتصارات، لان هو ما بيرضاش غير انك انت تبقى نمره واحد، وده حمل كبير علينا، وربنا قدرنا ان احنا دايما نبقى نمره واحد ودايما نكرم، مش بس من حزب الوفد، من مؤسسات الدوله كلها اللي هي دايما داعمه للنادي الاهلي. دور الرياضه في العالم اصبح دور ريادي، ويمثل بمثابه التمثيل السياسي والتمثيل الدبلوماسي الحقيقي للدوله. اي مكاسب رياضيه هي في حقيقتها مكسب للدوله نفسها. النادي الاهلي كنا امام انتصارات على النطاق الاقليمي والنطاق الدولي، ومن هنا حزب الوفد للروابط الوطيده والتاريخيه ما بين حزب الوفد والنادي الاهلي، كانت تلك الدعوه لتكريم النادي الاهلي والاحتفاء به على هذه البطولات المشرفه التي تمثل رساله او بمثابه رساله في ان مصر بتحتل الرياده في كافه المجالات ومنها مجال الرياضه، وايضا رساله الى ان الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دوله عصريه حديثه، بناء الجمهوريه الثانيه، بما يمثله اهتمامه الشخصي للرياضه وتدليل اي عقبه في سبيل ان تواجه الرياضه في مصر، واي بطوله بيحصل عليها اي نادي بيرى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي انها انتصار للدوله المصريه. ومن هنا يعني احنا كان هذا الاحتفال او هذه الدعوه لتكريم النادي الاهلي، كان هذا اللقاء لقاء مثمر، وزي ما قلت هو عباره عن خطوه ستعقبها خطوات اخرى على طريق ان نكون حزب الوفد قبله للرياضه والرياضيين والحفاوه والترحيب والتقدير لكل انتصار رياضي في على من اي نادي او اي جهه رياضيه. طبعا حاجه عظيمه جدا وحاجه مشرفه جدا لما كلنا نشوف ونتابع النادي الاهلي وهو احد اكبر الكيانات الرياضيه والاجتماعيه في مصر، وهو بيتم تكريمه من حزب الوفد المصري، وهو كمان واحد من اعرق الاحزاب السياسيه في مصر. الحقيقه تكريم مستحق جدا بطبيعه الحال، وطبعا حزب الوفد المصري مشكور جدا على هذا التكريم. على كل الاحوال تعالوا بقى نروح على نقطه ثانيه. معانا دلوقتي تقرير عن لجنه الطفل بالنادي الاهلي اللي نظمت بالتعاون مع اللجنه العليا للجان وطبعا تحت اشراف الاداره التنفيذيه بالنادي معرض لمنتجات الاطفال البدويه والاكسسوارات، وطبعا كعاده فعاليات النادي كان فيه عروض ترفيهيه مختلفه للاطفال. تابعوا معانا هذا التقرير، اتفضل. اسم
بنعمل ايفنت متجر الطفل. كان في عضوه في اهل الشيخ زايد هنا هي صاحبه الفكره وهي اللي بلغتنا بيه ان التجربه دي موجوده بره وناجحه جدا. فالحقيقه اول ما قالتها انا بصراحه عجبت بيها، بلغتها للاداره، الاداره الحقيقه ما ابخلتش علينا خالص، وافقوا على طول. فبدانا في التجهيزات، كانت فكره كويسه جدا جدا. احنا يا دوبك قدرنا نخلي بس 20 ترابيزه ب 20 اسره، كان جاي لنا فوق ال 70 وال 80 يعني. فهي حاجه كويسه ومميزه وحاجة ملفتة للنظر وحاجة بتشجع الولاد للاعتماد على النفس وتخليهم هم نفسهم اللي بيرتبوا حاجتهم وهم اللي بيبادلوا مع بعض وبيبيعوا لبعض. فدي حتى احنا ما تدخلناش في اي حاجة غير بس اللي احنا في التنظيم، حتة توضيب العربيات الترابيزات والحاجة عشان تبقى الدنيا مظبوطة. حبيت ان انا الاول اطبقها مع ابني، فبدأ يعمل حاجات خفيفة زي براسلتس و سبح في رمضان. فحسيت الفكره يعني الحمد لله نجحت جدا وكسب فلوس وبدا يجيب حاجات خاصه بيه بس. فعملت بوست على جروب النادي الاهلي، فيعني ان احنا حابه ان الفكره دي توصل لعدد اكبر من الاطفال وهو كمان يبقى موجود معاهم، وحسيت انها تكون ناجحه جدا. وما شاء الله يعني كميه ناس اتفعلت على البوست كتير جدا. كل طفل يعتمد على نفسه، اهم حاجه كانت اولياء الامور خارج الاطار خالص عشان يبقى فيه اعتماد على النفس بطريقه كبيره، ان الولد يعرف ازاي يتعامل مع الشخص اللي قدامه على اي منتج هو بيبيعه، سواء بيبيع مثلا لبس، اكسسوري، ايا كان المنتج اللي بيبيعه. فلازم اللي هو يبقى فيه ده بكام يا حبيبي، ده بكذا، ده بكام، فهو عارف بياخد وبيدي بيدي الباقي فيعتمد على نفسه. احنا بننظم كلجنه الطفل برعايه مع تعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه في النادي، معرض بيقام للاطفال من سن 4 سنين لحد 14 سنه. المعرض ده بيضم الاطفال علشان خاطر تبيع منتجات ليها مختلفه زي الاكسسوارات، المشغولات اليدويه، الالعاب، الكتب القديمه او الجديده بتاعتهم. التجربه دي نتمنى انها تفيد الاطفال لانها تجربه تعليميه، احنا هنعلم الطفل فنون البيع والشراء وده اللي بيساعد قدام ان هو يبني شخصيته، ونتمنى انه يكون يوم لطيف عليهم ان شاء الله. طبعا هو بيفيد الاطفال طبعا ان هم يبتدوا يبقى عندهم مسؤوليه، يبقى يعرفوا يتعاملوا في الحياه في المستقبل، يقدروا ان هم يخشوا سوق العمل كتجربه صغيره يعني، كتجربه مبدئيه يعني. بدأت ألون وعملت شتات وكبات وكمامات كل حاجة، بعدين بدأت أجهز وأحط في الكياس، بعدين جيت المعرض. قعدت اشتغلت حبة كتير لغاية ما جينا النهاردة، قعدت أوضب وبعد كده جينا قعدنا نوضب. وعجبني إن هي فكرة أطفال بس، إن علشان يعني كل واحد فعلا يبقى مسؤول عن نفسه. بصي هي عبارة عن هوية جاتلي من مامي، يعني مامي أصلا بتحب القراية واحنا دخلنا معاها بازارز كتير قبل كده، فعجبتني الفكرة. أنا بحب إن أنا أقف أتكلم ويعني يعني اعمل شو كده، ان انت مش جايه بس تشتري كتاب، انت ممكن تعرفي الكتاب قبل ما تشتريه. نروح بقى على المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه الجديده اللي استقبلت سباق البوسكو بتنظيم كايرو رانرز، وطبعا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. السباق عباره عن 3 سباقات يعني بمسافات مختلفه. الاول كان سباق ال 10 كيلو، والجدير بذكر ان زميلنا العزيز ومخرجنا الجميل ابراهيم طبان شارك في ال 10 كيلو حققهم بالفعل او قدر يقطع المسافه دي في 55 دقيقه، اللهم صل على كامل النور. والسباق الثاني هو سباق ال 5 كيلو، اما السباق الثالث فده مخصص للأسرة المصرية بشكل عام، ده بيبقى مسافته كيلو واحد بس، حيث يسمح يعني أو يسمح السباق بمشاركة جميع الفئات العمرية للعائلة الواحدة للمشاركة في هذا الحدث، وطبعا مشاهدة العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة أفكار حلوة جدا كلها بتروج للرياضة وكمان بتروج للعاصمة الإدارية الجديدة. هذا السباق بدأ من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمنطقة الأبراج اللي بتتضمن أكبر برج بقارة إفريقيا، ثم العودة إلى المدينة مرة أخرى. وهنشوف مع حضراتكم تقرير عن هذا السباق، تفضل. بداية الاستعداد للنشاط التدريجي للماراثون والجري، والماراثون والجري ده تطوير رياضي مهم جدا، ودور الرياضة في الصحة وصحة الشباب. النهاردة في أسر وولاد وشباب شايفهم موجودين بيجروا كمان في العاصمة الإدارية، أحد إنجازات، جزء من أحد إنجازات رياضية ال7 سنوات فخامة الرئيس. نادي كبير، الناس تعرف وتشوف،
يعني منشأ كبير زي كده في العاصمة الإدارية. احنا شايفين اهو العمارات بدأت تبقى موجودة وفلل تبقى موجودة ونادي موجود، فالعاصمة الإدارية موجودة وجمهورية مصر العربية الجديدة. يعني احنا عندنا مبادرات كتيرة جدا، مبادرات دربتك صحتك الجري، يعني في مبادرات غاية في الأهمية هي كلها بتحث على الرياضة والصحة والجري والمشي، دول حاجات بسيطه جدا واحنا مستمرين فيها. يعني النهارده اول مره نجري في العاصمه الاداريه سباق البوسكو، في النهارده 3 سباقات 10 كيلو و5 كيلو وكيلو، وجميع بقى الاعمار السنيه وابطال مصر في العاب القوه والناس اللي اول مره تيجي تجري، ففي ناس كتير النهارده الحمد لله، وناس كتيره جايه تكتشف العاصمه الاداريه وجايه تكتشف المدينه الرياضيه برضو. وزاره الشباب والرياضه جايبيننا في مستضيفيننا في المدينه الرياضيه هنا، فيوم جميل ان شاء الله. يعني حابب ان انا اشارك عشان ده اول ماراثون في العاصمه، بس انا بحب كده كده الجري، اي حد موجود هنا النهارده اكيد حابب الجري، بس ده اول ماراثون في العاصمه فليه طابع خاص. بس حابب النهارده اشارك بعد بقى وقوف فتره كبيره على الايفنتس، بعد وقوف فترة كبيرة على الايفنت بسبب كورونا وبسبب الأحداث الأخيرة الفترة الأخيرة، بس فكانت فرصة حلوة إن أنا أشارك النهاردة في ايفنت، في أول ايفنت في العاصمة الإدارية الجديدة. مبسوطين قوي إن في حدث زي ده بيبتدي في العاصمة الإدارية الجديدة، وطبعاً دلوقتي الحاجة يعني كل الماراثونز أو السباقات الجري بدأت تحصل تحت إشراف أو رعاية وزارة الشباب والرياضة، وكمان نتمنى إن بقى إن وزارة الشباب والرياضة هي اللي تاخد الإنيشيتيف دوت. أنا حبيت إني أشارك عشان أجيب الولاد إنهم يجربوا خبرة جديدة ويشوفوا الرياضة ويمارسوها، وبرضه نشوف العاصمة الإدارية الجديدة إنها فعلاً المستقبل، وإحنا جايبينهم لأنهم كمان المستقبل. هي كويسة خالص، المكان لطيف جداً، إحنا أول مرة نيجي العاصمة الإدارية، مكان حلو خالص، ويعني المجهودات باينة. يعني حاجة جميلة جداً إنه بلدنا ابتدت تهتم بحاجة زي كده، المكان كمان مشجع جداً جداً إن أنت تقدري تجري وآمن إنك تسيبي ابنك بيجري جنبك، ما تبقيش قلقانة. شاركت في 10 كيلو الحمد لله، عملت تايم معقول، كنت راجع من اصابه الحمد لله، عرفت اجري النهارده كويس. اهميه الرياضه ان هي تقوي الصحه وكده، ف انا بحب اجري جدا عشان هي سبورتس رياضات، ف انا بحب اجري عشان الروح الرياضيه. طبعا بشكر العاصمه الاداريه على التنظيم والناس اللي كانت واقفه في الشارع والناس اللي كانت بتدعمنا نجري وتدينا ميه وبتاع، وبشكر كل من ساهم في الماراثون ده ينجح. يعني اول مره نيجي العاصمه الاداريه وبصراحه جميله جدا، والبرجين العاليين دول بصراحة هايلين، أنا عايز أعدهم وأنا راجع إن شاء الله. حلو الكلام ده يا حضرات، يعني لطيف جدا إن احنا نلاقي إن كل الفئات العمرية بتشارك في سباقات مختلفة، دي من شأنها برضو إن هي تغير إلى حد كبير الثقافة الرياضية الشعبية اللي كنا عليها طول السنين اللي فاتت. الحقيقة في طفرة ملحوظة من خلال كتير قوي من المبادرات، كتير قوي من الفعاليات الرياضية اللي بيشارك فيها المصريين على مختلف يعني أعمارهم السنية، طبعا حاجة جميلة جدا. طيب اتكلمنا كتير قبل كده عن أهمية البطولات العالمية اللي بتستضيفها مصر من وقت للتاني، هي حاجة مشرفة جدا، حاجة مبهرة جدا، حاجة عظيمة جدا. الجديد بقى يعني خبر لفت أنظرنا خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع أليخاندرو أجاج، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لفورمولا إي لسباق السيارات الكهربائية. عرض المدير التنفيذي لفورمولا إي دراسة إسناد بطولتين لفورمولا إي وإكستريم إي في مصر خلال العام الجاري كبادرة للتعاون المشترك، وطبعا شكل من أشكال الاستفادة من الإمكانيات والمقومات والخبرات اللي بتتبتع بيها مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية. طبعا العرض ده كان ملفت جدا للأنظار وأسعدنا يعني سعادة كبيرة جدا، بيؤكد على أن قد إيه مصر فعلا دولة كبيرة ولفتت بالفعل أنظار العالم بكل اللي بتعمله. سيد وزير الشباب والرياضة رحب بالتعاون مع فورمولا إي واستضافة الفعاليات الرياضية الخاصة بيها، وطلب منهم أن هم يبعثوا تقرير كامل عن الفعاليتين المقترح إقامتهم في مصر عشان يتم اتخاذ كل الخطوات الفعلية المتعلقة بالتنظيم والاستضافة. عايزين نقول ان الفورمولا اي بالمناسبة مش بتعمل فعالياتها في اي دولة كده والسلام، لا دي بتختار بناء على معايير ومعايير كتير قوي، وطبعا جمهور الفورمولا اي جمهور كبير جدا هو الاخر بالتوفيق لمصر ان شاء الله، وباذن الله نبهر العالم تاني وتالت ورابع في الشهور القليلة القادمة. هستاذنكم نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا واخبارنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد الى 10 الصبح في الاهلي عشان نكمل معاكم سلسله اخبارنا وموضوعاتنا. بس قبل ما نكمل اخبارنا تعالوا الاول نتعرف على حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره وبعديها نكمل اخبارنا. اتفضل.
تعالوا بقى نروح مع بعض على جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، واللي الحقيقة يعتبر من أهمها عنوان يعني ملفت جدا للنظر جه في جريدة الوطن اللي صرح به الرباع المصري محمد إيهاب وهو بطل مصر في رفع الأثقال. ليه تصريح ملفت جدا للنظر ولازم نقف فيه مع هنا. الحقيقة مصر تعرضت لمؤامرة وحرماني من الأولمبياد، قرار غير منصف. يا هنا صباح الفل عليكي وتفضلي، احنا سامعينك. وزي ما سمعتي كده الخبر ده اكيد برضو من الاخبار اللي ملفته للنظر، يا ريت تقول لنا شويه تفاصيل متعلقه بيه. اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من جريدة اليوم السابع، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم آخر أخبار الصحف الرياضية. وبالفعل طبعا هيكون معانا خبر مؤسف جدا، هو حرمان البطل محمد إيهاب الحقيقة من خوض الحقيقة منافسات بطولة أولمبياد طوكيو. لكن في البداية خلوني أفكركم بمباريات اليوم. طبعا هيكون في مباراة ودية بين المنتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة 7 مساء. ايضا في بطولة كأس الأمم الأوروبية منتخب انجلترا هيواجه كرواتيا في 3 عصرا، النمسا هتواجه مقدونيا الشمالية 6 مساء، وهولندا هتواجه أوكرانيا في 9 مساء. ايضا النهاردة هتنطلق بطولة كوبا أمريكا 2021، والمباراة الافتتاحية هتكون بين البرازيل وفنزويلا في تمام 11 مساء. خلونا بقى دلوقتي نبدأ جولتنا الإخبارية، بداية من اليوم السابع. منتخب مصر الأولمبي بيواجه جنوب أفريقيا في الودية الثانية بالسويس الليلة. النهاردة طبعا هيخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة كابتن شوقي غريب الودية الثانية للفريق أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، طبعا ضمن منافسات واستعدادات الفريقين لأولمبياد طوكيو. يعني خليني أقول إن في الودية الأولى قدر يفوز منتخبنا الأولمبي بنتيجة 2-0 وكانوا بأقدام اللاعب مصطفى محمد. يعني كمان من المقرر أن يخوض مباراتين وديتين المنتخبنا الأولمبي في شهر يوليو المقبل في ختام الاستعدادات واستعدادات الفراعنة في أولمبياد طوكيو. كمان الخبر اللي انت ذكرته يا كريم وفعلا خبر مؤسف جدا من الوطن سبورت نيوز، وهو محمد إيهاب. مصر تعرضت لمؤامرة وحرماني من الأولمبياد، قرار غير منصف. يعني كان علق البطل المصري بطل رفع الأثقال محمد إيهاب على قرار حرمانه من خوض منافسات أولمبياد طوكيو بسبب العقوبة التي كانت توقعت على مصر بالحرمان من المشاركة في المنافسات الدولية بسبب تورط أكثر من لاعب مصري في تعاطي المنشطات. والحقيقة أنه كان علق وقال اللاعب محمد إيهاب خلال مداخلة هاتفية إن قرار حرمانه غير منصف وإن مصر تعرضت لمؤامرة كبيرة جدا، وكان أضاف إنه خضع لأكثر من 15 تحليل خلال العام ونصف عام الماضي وإنه تعرض لظلم كبير في قرار حرمانه من المشاركة بالأولمبياد. وطبعا ده خبر مؤسف جدا لجميع المصريين. يعني نروح لبوابة أخبار اليوم. اليوم نهائي فردي رجال في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث. تنطلق اليوم نهائي فردي رجال في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث ومؤهلة مباشرة طبعا لأولمبياد طوكيو الأول 3 مراكز، وأيضا لبطولة العالم للليزر ران خلال الفترة من 8 حتى 14 يونيو الجاري. يعني بتقام منافسات البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة طبعا المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وطبعا بتقام البطولة بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي. يعني منافسات اليوم طبعا هيشارك فيها أفضل 36 لاعب في البطولة. النهاردة طبعا النهائي ومن ضمنهم رباعي منتخب الوطني أحمد الجندي، إسلام حامد، مهند طارق، وأحمد أشرف. أخيرا من موقع روسيا اليوم، إنجلترا تحث المشجعين على عدم إطلاق صيحات خلال الجث على الركبة. طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المشجعين الحقيقة باحترام رغبة اللاعبين من الجث على الركبة كنوع من الاعتراض على العنصرية، وحثهم على عدم إطلاق صيحات الاستهجان قبل مباراة بطولة أوروبا. يعني كان تعرض لاعبو إنجلترا خلال مباراتين وديتين كان لاعبهم الفريق لصيحات استهجان من بعض المشجعين قبل
هذا الشهر يعني خلال الجثو على الركبة في حركة اشتهرت بواسطة حملة حياة السود مهمة ضد العنصرية، وطبعا كان شهدها العالم أجمع. وكان طلب الاتحاد الإنجليزي في بيان من المعارضين لهذا التصرف التفكير في الرسالة اللي بتصل للاعبين، وطبعا دعمهم ويفعلوا أفضل شيء للاعبين ويشجعوهم. يعني دي كانت أبرز أخبار الصحف الرياضية اليوم. وقبل ما أختم كلامي حابة طبعا أتمنى الشفاء العاجل لزميلتي العزيزة جدا نهواند سري، وإن شاء الله ترجع تنور برنامج 10 الصبح في الأهلي في أقرب وقت. العودة ليك مرة أخرى يا كريم في قريبا جدا بإذن الرحمن. كل الشكر ليك يا هنا، ميرسي جدا نورتينا كالعادة. وزي ما قالت هنا في الجزء الأخير من كلامها، ساعات كتير الحقيقة بنشوف في ملاعب كرة القدم العالمية شوية مظاهر مؤسفة من عينة العنصرية، من عينة انعدام الروح الرياضية، ولكن في المقابل برضو على فترات حتى لو كانت متباعدة بنشوف مظاهر للعكس الصحيح. هقول لكم التفاصيل وأقول لكم أنا أقصد إيه، بس بالمناسبة عايزين نقول لحضراتكم إن إحنا ابتداء من النهاردة هنتابع معاكم أول بأول أحداث ومباريات النسخة 16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020 اللي انطلقت يوم الجمعة، ودي طبعا البطولة المؤجلة من العام الماضي أكيد بسبب جائحة كورونا COVID-19. تعالوا بقى أحكي لكم على الجزئية اللي كنت بتكلم عليها أو اللي بلمح لها. هنروح لمشهد وحد الجماهير في العالم كله من امبارح، ومن امبارح لغاية اللحظة اللي احنا فيها ده كان حديث السوشيال ميديا وكل وسائل الإعلام وكل البرامج الرياضية والله وحتى وغير الرياضية. خلال مباراة الدنمارك وفنلندا اللي انتهت بخسارة الدنمارك بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة يورو 2020، الحقيقة قصة يعني مؤسفة جدا من ناحية، ولكن ليها جانب تاني مشرق ومضيء. قصة ان نجم الدنمارك إريكسن سقط في الملعب وتعرض لحالة إغماء وتم تعليق المباراة لأكثر من ساعة ونص أو ساعتين تقريبا. لعيبة المنتخبين رفضوا أن هم يستأنفوا الماتش إلا لما يطمنوا الأول على زميلهم. وبعد استئناف المباراة خسر منتخب الدنمارك أمام منتخب فنلندا زي ما قلت لكم نتيجة 1-0، لكن حتى صاحب الهدف الوحيد في المباراة رفض تماما أن يحتفل تضامنا مع إريكسن اللي الحمد لله أصبحت حالته مستقرة. وكمان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح إريكسن جائزة أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا. المشاهد دي كلها بتدينا برضو مجموعة رسائل أن الكورة والرياضة المفروض أن هي اللي تجمعنا مش هي اللي تفرقنا، أنه حتى لو كنا يعني بنتنافس في حاجة يعني لازم برضو نراعي ان في حاجة تانية اسمها اخلاق رياضية ونراعي مشاعر بعض. شابور كل اللعيبة اللي قدموا امبارح نماذج اخلاقية محترمة في كل حاجة عملوها الحقيقة، يعني مرورا بفكرة ان هم كانوا حريصين ان هم يغطوا زميلهم اللي وقع على ارضية الملعب عشان ما حدش يصوره وما حدش يشوف اللحظات الخاصة دي اللي هو كان بيتعرض من خلالها او كان بيتلقى من خلالها العلاج. شفنا طبعا يعني فكرة ان الطب الرياضي والامكانيات اللي لازم تكون متوفرة في كل الملاعب في مباريات دولية او محلية، فكرة ان بيبقى فيه يعني عناية مركزة كاملة، يعني كل ما يتعلق بأجهزة العناية مركزة بالكامل كانت موجودة ونزلت لأرضية الملعب بصحبة طبعا الفريق الطبي تكسر من الثانية. الحاجات دي وسرعة رد الفعل وسرعة الاستجابة بتنقذ أرواح كما هو الحال في وقعة امبارح. طبعا أعلن المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم يعني إن الحمد لله إن يعني الموضوع باختصار شديد جدا عدى على خير. بس عايز أقول لكم كمان إنه أعلن إنه مدافع المنتخب ماتيس دي ليخت هيغيب بسبب الإصابة عن لقاء أوكرانيا في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة إقامتها في أمستردام النهارده، وأصيب مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي في منطقة الحوض. وقال دي بوير في مؤتمر صحفي ان المباراه ستاتي بالنسبه له في موعد سابق لاوانه بعض الشيء، ولدينا مباراتان اخريان في دور المجموعات. واضاف كمان دي بوير ان كان الامر شديد الاهميه لكن كنا سنحاول اشراكه لكننا لا نريد المخاطره بصحه هذا اللاعب، ودي برضو نقطه محترمه جدا. بعيدا بقى عن الكلام الواقعي الفعلي المتعلق بالمباريات، تعالوا نروح للتنبؤات. هنحكي لكم عن قط تنبأ بفوز بلجيكا على روسيا، وهو القط الروسي الشهير اسمه أكيل. وده طبعا هذا القط الذي عاود الظهور من جديد لوسائل الإعلام بعد 3 سنوات كاملة من مشاركته في توقع نتائج مباريات كأس العالم روسيا عام 2018. القط أكيل هو قط كفيف بيعمل يعني حاجة عجيبة جدا، بيتوقع الفريق الفائز من خلال أنه بيتناول الطعام اللي بيتواجد في وعاء بجانب علم أحد طرفي اللقاء،
وعاد يكرر توقعاته بنفس الطريقة مرة تانية، وبالفعل صدقت توقعات القط وفازت بلجيكا على روسيا بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا يورو 2020. طبعا يعني هي شوية ظواهر وتقاليع إنجاز التعبير، يعني شفناها قبل كده في افتتاحيات أو في بدايات زي كأس العالم مثلا قبل كده، زي اللي حصل لو حضراتكم تفتكروا، دي بتبقى يعني جزء من أي بطولة كبرى في السنوات الأخيرة منذ الإخطبوط فول اللي كلنا شفناه في كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا. شوية حاجات بتبقى لطيفة كده وملفتة جدا للنظر، وأكيد بتلقى يعني استحسان كتير جدا من وسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة. طيب إحنا هنطلع دلوقتي فاصل عشان نرجع بعد كده نبتدي مع حضراتكم بقى أولى فقراتنا الحوارية، هنرجع لكم على طول، خليكم معانا اتفضل. مصر وأبطالها يواصلون تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات تنظيميا ورياضية بعد استضافة العديد من المسابقات وتصدر اللاعبين المصريين لمنصات التتويج. أبطال مصر في الرماية حققوا الصدارة في البطولة العربية بحصد 23 ميدالية في مختلف المنافسات، بواقع 12 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضة وست ميداليات برونزية. وجاء في المركز الثاني منتخب الإمارات بعدد 14 ميدالية بواقع ثلاث ذهبيات وسبع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية، فيما حل منتخب تونس بالمركز الثالث بجدول الترتيب بأربع ميداليات منهم ثلاث ذهبيات وميدالية واحدة برونزية. وفي المركز الرابع جاء منتخب السعودية بخمس ميداليات مقسمة إلى ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية. منتخب مصر للرماية حقق الصدارة عن جدارة بفضل الإعداد الجيد للاعبين وإصرارهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز بألقاب مختلف البطولات التي يشاركون فيها. لم يتوقف طموح اتحاد الرماية برئاسة اللواء حازم حسني عند هذا الحد، فقد أكد أن مصر لديها العديد من المواهب الواعدة في رياضة الرماية يتم إعدادهم ورعايتهم بالشكل المطلوب بهدف تحقيق مزيد من البطولات، إلى جانب متابعة إعداد اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لتقديم أفضل أداء والمنافسة على الميداليات ورفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل العالمي. عودة من جديد إلى حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، وبرحب بحضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة. والحقيقة منتخب مصر للرماية يتصدر البطولة العربية برصيد 23 ميدالية متنوعة، عشان كالعادة ننجح تنظيميا في استضافة البطولة وتنافسيا من خلال لاعبتنا اللي أكيد هنتكلم عن كل تفاصيلهم في فقرتنا دي اللي بنسعد من خلالها بوجود سيادة اللواء حازم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للرماية. صباح الفل على حضرتك سيادة اللواء. صباح النور، منور الدنيا، ربنا يخليك. ومليون مبروك بقى على كل الحاجات الحلوة اللي حصلت. ربنا يخليك. دي تاني بطولة دولية مصر بتنظمها السنة دي، ولا المعلومة دي مش دقيقة؟ مظبوط، احنا نظمنا بطولة كأس العالم في فبراير، 26 فبراير إلى 5 مارس هذا العام، والبطولة العربية من 1 إلى 12/6 هذا العام، وإن شاء الله بطولة كأس العالم أيضا في شهر أكتوبر هذا العام. ده شغل جامد جدا وكلام كبير الحقيقة. طيب بالنسبة للبطولة العربية مبدئيا 23 ميدالية جت توزيعتهم إزاي؟ يعني كم ميدالية ذهب وكم فضة وكم برونز؟ عندنا 13 ميدالية ذهب وعندنا 6 فضة وعندنا 4 برونز، ودول يعني هنقول ان احنا خدنا الصداره، لانه الدوله التي تالي مصر هي الامارات بثلاث ميداليات ذهب. يا فرق كبير جدا. فرق كبير جدا طبعا. صحيح. احنا كنا بننافس على المسابقات، هي عباره عن ثلاث مسابقات، البندقيه الخرطوش سواء رجال او سيدات، والمسدس والبندقيه ضغط هواء، ومسابقه ثالثه اسمها التارجت سبرنت. الحمد لله تفوقنا يمكن بجدارة، يمكن الحمد لله أعلى رصيد ميداليات إحنا وصلنا له في هذه البطولة، على الرغم من إحنا كنا خارجين من 2 كأس عالم، كأس عالم منظمة في مصر وكأس عالم منظمة بعديها في إيطاليا بحوالي شهر. وخرجنا من الكاسين دول بإيه برضو جديد بالزبط؟ كأس العالم اللي في مصر خدنا ميداليتين، ميدالية المختلط اللي هو راجل وسيدة، سيدة. في
فيها خدنا فيها المركز الثاني على العالم، والفريق اللي طلع الثالث على العالم فريق التراب برضو، دي ميدالية الثانية. وفي بطولة كأس العالم في إيطاليا خدنا المركز الأول وميدالية ذهبية في مسابقة السكيت، والميدالية البرونزية في مسابقة التراب اللي هي الحفرة، ودول الميداليتين حصلنا عليهم في كأس العالم في إيطاليا. والله حاجة جميلة جدا. من الملاحظ ان احنا بقينا بنشوف ان عالم مصر بيرفرف في مسابقات وفعاليات دولية في رياضات ما كانش ده الوضع فيها زمان، زي كرة اليد يعني، بقينا برضو من اسياد العالم في كرة اليد، وواضح كمان ان احنا في الرماية متميزين على الصعيد العالمي باللي حضرتك بتقوله ده. طبعا احنا وجودنا الان دلوقتي في وضع مختلف تماما. احنا عندنا دعم قوي جدا من وزارة الشباب والرياضة ومن اللجنة الأولمبية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. الدعم القوي ده بيخلق منظومة قوية سواء في استضافة البطولات وفي أيضا دعم اللاعبين، لأن احنا اللاعبين طول ما في دعم ليهم قوي وفي إصرار وخطط موضوعة بتحقق نجاحات مختلفة، وده اللي حصل معانا في بطولات كأس العالم الموجودة في مصر واللي كانت موجودة في إيطاليا. والدعم ده بيكون متحقق أو متوفر من خلال مثلا الاتحاد، اتحاد اللعبة، ولا من خلال وزارة الشباب والرياضة، ولا بيكون في مساحة برضو لوجود بعض الرعاة في مصر؟ والله احنا عندنا التلاتة، عندنا الوزارة بتدعمنا طبعا ماديا، واللجنة الأولمبية المصرية بتدعمنا فنيا وبتراجع المستويات على طول، وبيبقى في جزء من الرعاة طبعا موجودين معانا بيدعمونا ماديا، ودي في حد ذاتها حاجة كويسة جدا ان في منظومة متكاملة. المنظومة ديت بتخلق الرامي او تخلق وتساعد الرامي على المنافسة، وده اللي حصل معانا الحمد لله. جميل. هو فكرة ان يبقى في دعم قادم من الوزارة او من الاتحاد او من اللجنة الأولمبية ده الى حد كبير شيء منطقي وبديهي، لكن كمان اللافت للنظر ودي حاجة لطيفة جدا ان الرعاة كمان يعني الى جانب كرة القدم، وهي طبعا حضرتك عارف هي اللي ليها الشعبية الاولى على مستوى العالم، لا ابتدينا نلاقي ان في رعاة بيتجهوا الى رياضات مختلفة وبعيدة كل البعد عن كرة القدم. الحقيقة برضو مش من فراغ، ما هم في الآخر عايزين يتشافوا واللوجو بتاعهم يتشاف، فهم شافوا ان في عندنا أبطال في الرماية وحبوا ان هم يدعموهم ماديا، دي برضو حاجة لطيفة جدا. وطبعا دعم الرعاة، الراعي دايما بيحب يدفع فلوس في مكان تساوي تسويق لي بجزء كبير. أكيد. يمكن احنا الرماة بتوعنا الحمد لله فضل من ربنا عندنا رماة دلوقتي بقى مصنفين، يعني عندي رامي عزمي محلبة مصنف رقم 2 على العالم. هايل. فطبعا وجوده ان هو يحط علم او علامه الراعي دي في حد ذاتها على مستوى العالم دي اكبر دعايه ليه، وخصوصا أكيد. في مصر في البطولات اللي احنا بنستضيفها دايما الرعاه بيبقى حاطين العلامه بتاعتهم على زي الرماه وعلى الاماكن اللي بيتم فيها التتويج، ودي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. أكيد. وتساوي قدر بسيط من اللي هم بيساعدونا فيه في دعم هذه الرياضه. جميل. طيب تعالى برضو نرجع ست لواء بعد اذنك للبطوله العربيه، وايه الخطوات اللي اتخذت عشان تتنظم بالشكل المشرف ده؟ احنا عملنا اجتماعات مع اللجنة الأولمبية المصرية وعملنا اجتماعات كبيرة مع وزارة الشباب والرياضة، شكلت لجان قبل المسابقة بشهر ونص ان احنا ازاي نستفيد بهذه البطولة. عملنا لجان، واللجان بدأت تشتغل وتبعت الدول العربية. عدد الدول العربية كانت 19 دولة، اللي شاركوا 15 دولة. كان على هامش هذه البطولة الجمعية العمومية للاتحاد العربي. جميع عمال الاتحاد العربي مقر الاتحاد العربي في دولة الكويت، ولكن طبعا دولة الكويت لم تستطع ان هي تستضيف هذا الاجتماع بكون ان احنا عندنا بطولة، فقالوا ان مصر تستضيف هذا في مكان البطولة، في نفس مكان البطولة يعني. كانت دعوة منهم ان احنا نستضيف هذا الاجتماع، فعلا عملنا الاجتماع. 15 دولة حضروا من 19 دولة، يعني تقريبا دول كلها بتاع الدول العربية. يمكن الدول اللي ما قدرتش تيجي بسبب ان مطاراتها مغلقة، مش بسبب عدم قدرة على الاشتراك، فده كان نجاح كبير لينا. الحاجة الثانية المهمة ان اللجان اللي شكلت وورش العمل اللي كانت مطلوب منها ازاي تستضيف البطولة في احسن طريقة، وكان في جزء منها خاص بوزارة الصحة علشان الوقاية طبعا، لان احنا مشكلة، احنا مش عندنا مشكلة كبيرة، احنا عندنا جزء بسيط جدا لانه معظم رمياتنا في الهواء الطلق، فما عندناش اي تلاحم، ما عندناش، مش داخل صالات مغلقة كمان بالضبط، ما عندناش اي تلاحم، ما عندناش اي مسافات قريبة. ان الطبيعي عندنا في الرماية المسافة بين الرامي والرامي حوالي 3 متر، وبنزود يعني في تباعد اجتماعي متحقق لوحده بطبقا للقانون. بالاضافة لكده طبعا ان احنا قدرنا نستوعب كل المشاركين في هذه البطولة، شافوا انه مصر اختلفت تماما، لانهم طبعا لما جم مصر النهارده في بعض منهم يمكن بقى له مده طويله ما جاش لمصر،
شافوا مصر بصورة مختلفة بشهادتهم جميعا، شافوا انه مصر عندها البنية التحتية قوية جدا مع تطوير الدعم اللي احنا بنلاقيه من الدولة والقيادة السياسية، فعملنا اماكن وبنية تحتية قوية. بالإضافة احنا عندنا طبعا نادي الصيد بالسادس من اكتوبر، واحنا بنشكر طبعا رئيس المجلس واعضاء مجلس نادي الصيد على الدعم اللي قدمهم لنا في هذه البطولة، ونشكر طبعا الاستاذ محمد شرف ومحمد الشرقاوي اعضاء مجلس الاداره اللي هم كانوا دايما بيساعدونا في نجاح هذه البطوله. كل ده اللي شافوه حسوا ان هم مبسوطين جدا، ان بعض الدول منهم قالت احنا عاوزين نعمل معسكر في مصر حتى توقيت الاولمبياد. ليه؟ لانه لقوا كل وسائل الراحه من اقامه ومتنقلات ومن رعايه طبيه، لان كل الناس المشاركين حضروا الى مصر والحمد لله رجعوا سالمين بدون زيرو حالات كورونا ما شاء الله. فالحمد لله ده كان نجاح لينا، ده بيعتبر استكمالا لمنظومه مصر في استضافه البطولات. صحيح، استضفنا بطوله كاس العالم ثم البطوله العربيه ثم اليوم بنعد لبطوله كاس العالم للرمايه على الاطباق المروحيه في شهر اكتوبر. ده الى جانب رياضات ثانيه زي تنظيم مصر كاس العالم لكره اليد مثلا وغيرها الحقيقه من البطولات. لا هو من ناحيه في طفره وملحوظه، فالحقيقه في طفره وملحوظه، واللي ملاحظها العالم كله مش احنا بس عمالين نتكلم عن انجازاتنا، لا العالم كله اشاد بهذا الامر. وفعلا كل العالم اشاد. والحاجه الجميله جدا اللي انا كنت بحب اسمعها من الناس الوفيدين عندنا انه مصر تغيرت تماما من النظافه ومن الشوارع من تعامل الناس. الموضوع ده حرك مشاعر المصريين جميعا ان احنا حسينا ان احنا عندنا شيء جديد وجميل يراه العالم ونراه نحن في عيوننا. طب ما اللي حضرتك بتقوله ده يخلينا مش بعاد قوي عن فكره ان مصر تنظم مثلا دوره العاب افريقيه او حتى دوره العاب اولمبيه في يوم من الايام. اللي بيحصل النهارده في البناء والبنيه التحتيه والانشاءات في المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه يؤهل مصر لاستضافه دوره العاب اولمبيه. يمكن الجزء الخاص بالرمايه في ميادين احسن واعلى مواصفات ميادين في العالم. هي. اليوم هي بيتم الانتهاء من انشائها، ان شاء الله يكون لنا الحظ الاوفر امام العالم ان هم يروا صوره جميله لما هي تكون مصر عليه. فعلا احنا نمتلك النهارده احسن ميدان رمايه في العالم باعتراف الجميع وباعتراف الشركات المنشئه لهذا الميدان. شيء عظيم جدا، شيء طبعا. عظيم. طب انا عايز اتكلم مع حضرتك عن الرياضه بصفه خاصه، يعني رياضه الرمايه بصفه خاصه. اولا تقسيمتها ايه؟ هل هم الثلاث اقسام اللي حضرتك ذكرتهم اللي كان فيهم تنافس في البطوله العربيه ولا في اقسام اكتر من كده؟ هما ثلاث اقسام، بندقية خرطوش. اوكي. وتحت بندقية خرطوش في انواع رميات رجال وسيدات وانواع اخرى ومختلط، ومختلط طبعا. أوكي. وفرق. اوكي. والجزء الاخر هو المسدس والبندقية بيبقى ضغط هواء او رصاص. هما دول الجزئين اللي فيهم رماية او الثلاث اجزاء اللي فيهم. طب هل في مواصفات معينة لازم تكون متحققة في الواحد عشان يبقى يعني متميز في الرياضة دي غير القدرة على التصويب؟ يعني ليها متطلبات تانية؟ هو رياضة الرماية دايما بنعرف ان 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 الشخص ده بيحب او بيعرف الرماية بنشوفه من ناحيتين، واحد يكون موهوب والاخر على علم، يعني ياخد علم ويبتدي يطبقه. مواصفات اي لاعب ان هو يبتدي سنه من 10 سنين الى ما لا نهاية، مفيش سن في الرماية ده. من 10 سنين ممكن يبتدي يمارس بيلعب على مسند، واحنا بنشجع الناس اللي او الرماة تلعب على مسند وخصوصا في ضغط الهواء. خرطوش لا طبعا، لان الخرطوش دي بتحتاج تراخيص وموافقات امنيه طبعا. لكن ضغط الهواء احنا بنمارس هذه الرياضه لصغار السن عشان نربي فيهم ملكه الرمايه. ما تبقاش فيها اي مخاطره باي شكل من الاشكال فكره ضغط الهواء اللي بيبقى فيه ارتداد على الكتف او في تحميل او في كذا مع السن الصغير اللي بتكلم على الاطفال. موضوع رمايه ضغط الهواء مع التكنولوجيا المتقدمه هي عباره عن بندقيه او مسدس باسطوانه ضغط هواء ليس لها اي رد فعل نهائيا، وبالتالي اللاعب او اللاعبه بمجرد ما يحط السلاح على المسند والمدرب يمارس معه ويعلمه هذه الرياضه بحيث ان هي حاجه بسيطه جدا وسهله جدا. احنا كمان بنمتلك في مصر هنا نادي عمل او المركز القومي لتدريب المنتخبات القوميه في المعادي. حد مصر مايا انشا ميدان رمايه ضغط هواء على اعلى مستوى، نفس الاجهزه اللي تقام عليها مسابقات وفعاليات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو هي نفس الأجهزة الموجودة عندنا في مصر. إذا إحنا عندنا النهاردة ما هو يساوي دورة الألعاب الأولمبية في الأجهزة والمعدات. أي حد يحب يلعب رماية يستطيع أن هو يمارس هذه اللعبة في الأندية اللي عندها ضغط هواء، أندية كثيرة
او يروح المركز القومي لتدريب المنتخبات القوميه في المعادي، وفي هناك مدرسه رمايه يستطيع ان هو يشارك فيها، ودي اسهل طريقه لممارسه الرمايه. جميل. طيب على ذكر دوره الالعاب الاولمبيه، هي ان شاء الله خلاص هتنطلق الشهر القادم في طوكيو باذن الله، عايزين نعرف استعداداتنا ايه ونسبه مشاركتنا وتوقعات حضرتك فيما يتعلق بحصد الميداليات في هذه الدوره الاولمبيه. احنا ان شاء الله عندنا المؤهلين 11 رامي ورميه، عندنا توقعاتنا ان شاء الله يا رب يعني يكون لينا نصيب في ميداليه منهم، لانه احنا عندنا كثير من الرماة تتوجوا على مستوى العالم، يعني عزمي محلبه خاض منافسات 5 كاس عالم، حصل فيهم على 4 ميداليات من 5 مسابقات. الحمد لله هو على اتم استعداد لخوض المنافسات. عندنا فريق التراب برضو في امل كبير جدا كفريق ان هو ياخدوا ان شاء الله ميداليه. مش الفريق، الزوج المختلط، لان احنا عندنا النتائج حتى الان مبشره تماما باللي احنا شفناه من نتائجهم المحققه في كاسات العالم المختلفه. يعني عندنا كاس عالم في مصر وعندنا كاس عالم في ايطاليا، في كلتا المسابقتين تم الحصول على ميداليات. نتمنى ان شاء الله ربنا يوفق مصر وناخد فيها ميداليه، لان احنا بالخطى اللي احنا بنسير عليها اليوم الرؤيه تقول ان احنا ان شاء الله لينا ميداليه باذن الله. يا مسهل الحياه ان شاء الله. ان شاء الله. برضه في الجزء الاول من حواري مع حضرتك، حضرتك ذكرت ان من ضمن يعني الكيانات الداعمه لهذه الرياضه حضرتك قلت وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، وده الى حد كبير منطقي بحكم ان الرمايه هي جزء لا يتجزا من يعني من 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 اللي بيحصل على الصعيد العسكري. طبعا. ايه شكل دعمهم للرياضه دي؟ وزاره الدفاع هي العمود الاساسي في الرمايه، لانه معظم الرماه من وزاره الدفاع. الحاجه الكبيره جدا انه الميدان اللي بينشا في العاصمه طبعا ده من الكيان الكبير اللي وزاره الدفاع بتنشئه، وده بيعتبر شيء قوي جدا للدوله المصريه ان يكون في ميدان بهذه المواصفات. وزاره الداخليه بتدعمنا في استخراج التصاريح والاجراءات اللازمه لنقل وتداول ودخول وخروج الاسلحه والمعدات، وده في حد ذاته حاجه كويسه جدا، لانه ده بيسهل علينا اجراءات دخول الرماة، بيسهل علينا اجراءات استخراج التصاريح اللازمه للاسلحه والذخائر، فده في حد ذاته دعم قوي جدا من وزاره الداخليه. طالما احنا بنتكلم على خرطوش وبنتكلم على اسلحه وذخيره، اكيد دي برضه نقطه لازم تتراعى في اي مركز او اي مكان بيكون فيه مثلا تدريبات على الرمايه، لازم يكون بعيد عن المناطق السكنيه اللي فيها كثافه سكانيه، يعني في امور معينه لازم تتراعى في الاطار ده. طبعا هو الميادين الرمايه بوجه عام ليها مواصفات فنيه. المواصفات الفنيه ديت بيشرف عليها الاتحاد المصري للرمايه، بيتم عمل رجال لمراجعه هذه المواصفات. وطبعا ما فيش ميدان معتمد الا لما يكون امن تماما، لان احنا الاول شيء او اول عنصر في الرمايه هو الامن والامان. ما ينفعش ابدا حتى في ضغط الهواء، ممنوع نهائيا اتباع اي شيء مخالف لتعليمات الامن. وبالتالي احنا بتقوم لجان من الاتحاد ومن جهات اخرى لمراجعه المواصفات العامه للميادين، في حاله وجود اي شيء مخالف للمواصفات العامه يتم ايقاف الميدان لحين استكمال باقي الاجراءات المؤمنه ليه. قصدي نقطه في منتهى الاهميه اللي فيها طبعا. يعني حتى ممكن ينتج عنها مشاكل كبيره الحقيقه، فكويس ان النقطه دي متراعيه. طيب انا برضو عايز اسال حضرتك على الرماه يعني المصريين او في عالم الرمايه بشكل عام، زي كره القدم كده في مساحه للاحتراف؟ والله احنا عندنا في الرمايه مفيش احتراف، بس في بيبقى بعض من الرعاه بياخدوا بعض من الرماه يكون هم راعين ليه، على اساس ان هم حصلوا على مراكز متقدمه جدا على مستوى العالم. مفيش احتراف عندنا احنا بس، ولا عموما المبدا مش خاص؟ مبدا الاحتراف في الرمايه مش موجود اصلا. مش موجود اصلا. اوكي. مش موجود على مستوى العالم ولا موجود في مصر اصلا. اوكي. طيب فكره يعني هل شكل من اشكال الدعم اللي حضرتك بتتكلم عليه، وخصوصا لو كان جاي من قبل رعاه، هل بيشمل مثلا يبقى في معسكرات خارجيه؟ هل بيشمل استضافه رماه عالميين عشان يتنافسوا بشكل ودي؟ او باي شكل من الاشكال مع الرماة المصريين عشان برضو ايه المستويات تقرب من بعض؟ يعني فكره المعسكرات برضو متحققه ولا مفيش كده؟ طبعا احنا عندنا فكره المعسكرات، الرعايه بيبقى جزء مالي، والجزء المالي بيتم توظيفه عباره عن خطط ومعسكرات واحتكاكات ويتم الموافقه عليها من الراعي او من الوزاره، وغالبا الوزاره مع اللجنه الاولمبيه بيتم الموافقه على هذه الخطه، ويتم الدفع او صرف المبلغ الرعايه في هذا الاتجاه. الجزء الاخر وده المهم، ودي حاجه يمكن عمرها ما حصلت في مصر، ان احنا عندنا رعاه من خارج مصر
اللي هم شركات المنتجه للاسلحه. الشركات المنتجه للاسلحه فعلا ادت اسلحه للرماة المصريين مجانا، وده بمبالغ طائله. ليه؟ لانه الشركه الراعيه شركه منتجه للسلاح بيبقوا عندهم فكر قوي جدا ان الرامي ده بيحصل على ميداليه على مستوى العالم، فبعد ما بيحصل على هذه الميداليه بيرفع السلاح ويلتقط له الصور طبعا. فبيشوفوا ماركه السلاح بتاعه، الصور دي بتنتشر انتشار النار في الهشيم في كل الصحف الرياضيه والمواقع والبرامج العالميه. هي طبعا حاجه يعني بتحصل بالفعل بالظبط. فالراعي من الشركات المنتجه للاسلحه بيبقى سعيد جدا ان الرامي بتاعه، يعني مثلا عزمي محلبه في بطوله كاس العالم في ايطاليا هو الوحيد اللي داخل بهذا النوع من السلاح، هو الوحيد اللي طلع الاول على العالم ما شاء الله. صاحب الشركه كان في منتهى السعاده ان سلاحه حقق المركز الاول على مستوى العالم في وجود كوكبه، وانا اعني كلمه كوكبه، من معجزه الرمايه اللي هم الرماة في رامي امريكي. ده عباره عن ماكينه تضرب رمايه وليس بني ادم. الحمد لله عزمي تفوق عليه. فعلا عزمي تفوق عليه ما شاء الله. هاي الحمد لله. يعني عموما يعني اللي حصل حتى اللحظه كله شيء مشرف جدا، بانه عاود التهنئه لحضرتك مره تانية، وان شاء الله المزيد من الانتصارات والنجاحات الفتره الجايه. كابتن لواء حضرتك نورتنا، بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر. ربنا يخليك، متشكر. ان شاء الله يا رب مصر ربنا يوفقها كلها في دوره طوكيو ان شاء الله يا مسهل الحال. بنشكر حضرتك جزيل الشكر، وهستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه لعشر الصبح في الاهلي. اتفضل. أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في 19 من يونيو الجاري على الملعب الأولمبي برادس. لاعبو الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني يسعون إلى حسم لقاء الذهاب بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب والتي تقام في القاهرة يوم 26 من يونيو الجاري، وضمان التأهل لنهائي البطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي. الأهلي يتفوق على الترجي التونسي في تاريخ المواجهات التي جمعتهما، حيث التقيا في 20 مباراة، فاز الأهلي في 8 مباريات، وفاز الترجي في 4 مباريات، وحسم التعادل 8 مباريات بينهما. وكورة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني وليد سليمان. أبناء القلعة الحمراء يواصلون استعدادهم بقوة لاستكمال منافسات الفترة القادمة محليا وإفريقيا، والحفاظ على ألقابه التي حصدها الموسم الماضي بالتتويج بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا. 4 بطولات حصدها موسيماني مع الأهلي، آخرها السوبر الإفريقي، وتضع الجماهير الأهلاوية ثقتها فيه وفي اللاعبين لمواصلة الانتصارات وحصد النجمة العاشرة الإفريقية. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة مواجهتي الأهلي والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بيشكلوا مهمة صعبة جدا للفرقتين. الحقيقة طبعا كل فريق منهم بيجهز نفسه عشان يحسم التأهل للنهائي من أول لقاء الذهاب إن قدروا. طبعا تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز كابتن ايهاب المصري، وهو مهاجم المقاولين العرب السابق اللي منورنا. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك طبعا، وصباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي، وصباح الخير طبعا على وند اللي نتمنى لها كل السلامه ان شاء الله، وترجع بالف سلامه تنور معاك تاني ان شاء الله. كلها ايام بسيطه جدا باذن الله، وترجع تنور البرنامج مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. طيب عايزين بقى نتكلم مع حضرتك بدايه كده عن توقعاتك فيما يتعلق بمباراه الذهاب تحديدا في ملعب رادس ما بين الاهلي والترجي التونسي. طبعا هي مباراه كبيره جدا بين فرقتين كبار في القاره الافريقيه. النادي الاهلي هو بطل القرن الافريقي وبطل البطوله الافريقيه وحامل اللقب الموسم الماضي، بيلعب نادي الترجي. طبعا عارفين الترجي والنادي الاهلي بتبقى طبعا بتبقى دايما مواجهات صعبه جدا بين الفرقتين. في كل فرق شمال افريقيا بصفه بيبقى خاصة في نديه كبيره جدا قدام الاهلي، وتلاقي في تحذير كده قوي جدا. اكيد لان هم عارفين قيمه وحجم النادي الاهلي، فبيبقى في تركيز شديد جدا، بيبقى في
يعني تحفيز في كل حاجه هناك، بيبقى في حوافز ودوافع كتير عندهم، وبيبقى في شحن معنوي هناك وشحن فني للجمهور هناك في تونس والصحافه التونسيه. فكل العوامل بتكون مهيئه لمباراه كبيره جدا، مباراه كل افريقيا اعتقد بتنتظرها، بين فرقتين كبار، بين قامتين في افريقيا كبار جدا. فاعتقد النادي الاهلي شغال الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا، قدر يتخطى عقبه كانت قويه جدا ومهمه جدا، هي عقبه صن داونز. فاعتقد النادي الاهلي ومصر الموسيماني الفتره دي بيذاكر كويس جدا فرقه الترجي، وعارف ان فرقه الترجي السنه دي الى حد ما الفتره اللي هي احنا متواجدين فيها دلوقتي في الترجي فنيا بيصير بشكل كويس. فاعتقد مصر الموسيماني مذاكر الفرقه كويس، و هيحاول يعني يعوض بعض الغيابات اللي هتكون موجوده، ونشوف ان شاء الله باذن الله يقدر يعوضها باذن الله. طب فكره ان الترجي يعني هيلاعب النادي الاهلي بغض النظر عن تاريخه تمام، بس هو هيلاعب اللي هو حاليا احنا بنتكلم على ثالث عالم في مونديال العالم، بطل افريقيا، بطل افريقيا والسوبر الافريقي و و الى اخره، هل التفاصيل دي تخض اكتر ولا تستفز اكتر؟ يعني طبعا نادي الترجي هو عارف اكيد، يعني بعيد عن البطولات اللي احنا بنتكلم عليها، هو عارف هو بيلاعب مين، عارف القيمه الكبيره اللي جايه له، عارف اللي هو بيلاعب فريق على مدار التاريخ او المواجهات التاريخيه بينه وبين بعض هو متفوق عليه، حتى في تونس بيتفوق عليه، بيبقى ليه الافضليه في تونس كمان يعني. فهو عارف قيمه وحجم النادي الاهلي طبعا، لما يكون جاي له كمان اللي هو جاي كسبان نهضه البركان في السوبر، فعنده المعنويات بتاعته مرتفعه، بيهدف للنجمه العاشره، فكل دي اكيد نادي الترجي حاططها في حساباته، وكل التركيز اللي هو بيحاول على قد ما يقدر ينهي الامور ويحسمها من موقع تونس. يعني هو كل التركيز في الترجي دلوقتي اللي هو ما يستناش للامور الحاسمه في القاهره، لان هو عارف النادي الاهلي في القاهره هيكون عامل ازاي، لان هو بيكون يعني اي فريق في افريقيا عارف النادي الاهلي في مصر هيكون عامل ازاي، هيعرف يتعامل مع اللقاء بشكل قوي ازاي هنا في مصر. فما بال حضرتك بقى هناك، هو في تونس النادي الاهلي بيبقى فيه تفوق تاريخي للنادي الاهلي على الترجي في تونس، فاكيد نادي الترجي عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واعتقد التركيز واضح هناك في تونس، اللعيبه هناك هتلاقي مقفول عليها الفتره اللي جايه اعلاميا كمان من نادي الترجي، في حاله تركيز شديده هناك. فاتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي في قمه تركيزه وقمه توفيقه في اليوم ده ان شاء الله باذن الله. الاسبوع اللي فات يا كابتن كنا بنتكلم على ان في 5 لعيبه اساسيين في فريق الترجي، منهم 3 جزائريين، عملوا مشكله كبيره وقال لك احنا عايزين مستحقاتنا دلوقتي اهو، والا هنفسخ العقد. النوع ده من الحاجات ممكن يبقى له انعكاس سلبي على الاداء، على التركيز بالنسبه للعيبه الترجي؟ اكيد، لان دي لعيبه محترفه في المقام الاول، يعني انت حضرتك بتتكلم 3 جزائريين، واعتقد منهم حمدي الهوني كمان في الليبي اللي هو في الموضوع كمان، فاعتقد ان دولت محترفين، فالاهم عندهم الماده اللي يهمهم اللي هم يكون عندهم استقرار مادي واستقرار اداري، ده اللي هينعكس عليهم، لما يكون في استقرار مادي او اداري هيكون في استقرار فني في الملعب، فهقدر ادي في الملعب وهقدر اركز كل تركيزي في الملعب بس، مش هركز بره الملعب. لكن اعتقد نادي الترجي حاول يحل الامور بشكل سريع، وهيحاول يحلها، لان هو عارف هو مقبل على ايه، وعارف اللي هو داخل على مباراه كبيره جدا، مش هتستحمل اي هو مش ناقصه بالنسبه له، يعني الامور مش هتستحمل خروج كمان من بطوله افريقيا، ونتمناه طبعا لو هو يخرج من بطوله افريقيا، فاكيد هو بيحاول في اسرع وقت يحل المشكله دي. طب تعالى انا وانت وامه لا اله الا الله اللي بيتفرجوا على حلقتنا دي، نطمن سوا على تدريبات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي المتواجد حاليا في ملعب التتش، ده هيحصل من خلال مراسلنا العزيز محمد توفيق. يا ابو حميد صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، يعني بصبح عليك وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن ايهاب المصري. قول لنا بقى ايه الاخبار اللي عندك، احكي لنا كده كيف هي الصوره. يعني خير بدايه لاسبوعنا في 10 الصبح في الاهلي النهارده الاحد، والبدايه بتدريب الفريق الاول، يمكن الفريق بيستأنف تدريباته اليوم الرابع على التوالي، يمكن الفريق بدا يتجمع الساعه 10 صباحا، اللاعبين بداوا باجراء المسحه الطبيه طبعا تمهيدا ان شاء الله للسفر الى تونس يوم الثلاثاء المقبل، وبعد المسحه يمكن اللاعبين كلهم خرجوا حاليا زي ما انت شايف الكاميرا من ورايا بيادوا تمرين الفريق، يمكن النهارده يبقى فيه تمرين وبكره اجازه، ويوم الثلاثاء يبقى فيه تمرين صباحي، وان شاء الله من بعد التمرين هيبقى التوجه لمطار القاهره والسفر. يمكن زي ما نتكلم بالتفصيل اكتر عن اليوم، زي ما قلت لك اتجمعوا الساعه 10، يمكن معظم اللاعبين اللي كانوا مصابين كمان تواجدوا قبل
قبل الفريق بشويه، يمكن قفشه وصل يمكن على الساعه 9:30، وكمان محمود متولي وكمان محمد هاني طبعا عشان يستكملوا برنامجهم التاهيلي. وان كان طبعا زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا على شاشات قناه النادي الاهلي ان فرص قفشه هي الاقرب ان شاء الله تمهيدا لانه يسافر مع الفريق ويكون موجود في مواجهه الترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله في مباراه الذهاب. لكن الفريق كله بشكل عام مستعد بشكل اكثر من رائع. يمكن النهارده كمان عودة المحترف المغربي بدري بانون يمكن بعد مشاركته في فترة التوقف الدولي مع فريق أو منتخب المغرب للمحليين، عاد يمكن بالأمس مساء والنهاردة موجود في التمرين. طبعا حراس المرمى تمرين قوي جدا بدأ قبل الفريق كمان محمد الشناوي علي لطفي وحمزة علاء، طبعا مصطفى شوبير في المنتخب الأولمبي فغير متواجد مع الفريق. يمكن أجواء أكثر من رائعة، كمان بننتظر وصول خلال دقائق كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة إن شاء الله المتجهة إلى تونس علشان يجري المسحة الطبية تمهيدا للسفر، وكمان علشان يكون متواجد مع الفريق خطوة بخطوة كعادتنا بيه وعهدنا بيه في الفترات الصعبة. دايما بيكون كابتن محمود الخطيب حريص على إنه يكون موجود مع الفريق ويأزرهم ويكون رئيس البعثة. يمكن ده زي ما بنقول بيدي دافع وبيدي حماس أكثر للاعبين وبيعرفهم يعني اكبر قياده في النادي الاهلي هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. وطبعا كابتن محمود الخطيب بتاريخه كلاعب وكاداري وكمان وجوده كرئيس النادي الاهلي مع الفريق اكيد بيفرق كتير. يمكن الفريق زي ما قلت لك برنامج الاستعداد لا من هنا لحد السفر لتونس ان شاء الله هيكون الفريق ان شاء الله اول حاجه التمرين النهارده، بكره ان شاء الله اجازه لكل اللاعبين، يوم الثلاث ان شاء الله الفريق هيتجمع الساعه 9 الصبح والتمرين هيبقى 10، ومن بعد التمرين هيبقى التوجه الساعه 1 ظهرا لمطار القاهره تمهيدا للسفر الى تونس. يمكن خلينا اكلمك بقى على معظم اللاعبين اللي مش موجودين في التمرين النهارده. علي معلول، اليو ديانج، والتر بواليا هينضموا للبعثه الثلاثه في تونس، ان بالفعل هم كانوا موجودين في تونس مع منتخباتهم في فتره التوقف الدولي، فهينضموا ان شاء الله بدايه من يوم الثلاثاء لبقيه البعثه ان شاء الله في تونس ويكونوا ان شاء الله موجودين في اول تمرين والفريق يتمرن بشكل تام. يمكن لاعيبه المنتخب الاولمبي مصطفى شوبير، احمد رمضان بيكهام، اكرم توفيق، صلاح محسن، ناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر هينضموا التدريب الاخير قبل السفر يوم الثلاثاء ان شاء الله هيكونوا موجودين مع الفريق وهيتمرنوا معاه بشكل طبيعي، ومن ثم ان شاء الله السفر والتحرك لمطار القاهره تمهيدا للسفر لتونس. زي ما قلنا يمكن بدر بانون كان اول الواصلين من المحترفين وموجود، البرنامج التاهيلي للاعبين يعني بيسير بشكل اكثر من رائع ان شاء الله. املنا كبير جدا ان ربنا يتم شفاء قفشه على خير ويكون موجود مع الفريق، طبعا قفشه من العناصر الاساسيه والمهمه، محمد هاني ان شاء الله ومحمود متولي ان شاء الله ربنا ييسر الحال ويكونوا موجودين باذن الله بدايه من مباراه العوده هنا في القاهره، وان شاء الله الفريق يكون جاهز وكل التشكيل متاح امام مستر بيتسي موسيماني عشان يختار ال11 لاعبين ان شاء الله اللي يبدا بيهم المباراه، وان شاء الله يكون النادي الاهلي اي 11 لاعب في الملعب ربنا يكتب لهم التوفيق ويكتب لهم الفوز ان شاء الله. يعني استكمالا لحديثك ومع كابتن ايهاب المصري في الاستوديو، مباراه كبيره طبعا لكن النادي الاهلي اعتاد دايما على الفوز في تونس وكمان خاصه امام الترجي. يمكن النادي الاهلي طبعا نتائجه وتاريخه معروف امام الفرق التونسيه، وان شاء الله املنا في النادي الاهلي كبير وان شاء الله يعني تكون خطوة قريبة جدا وتقربنا من البطولة العشرة واللقب الغالي على كل قلوب جماهير النادي الأهلي في كل مكان. الأجواء أكثر من رائعة، يمكن درجة الحرارة عالية بقى نكلمك على الأجواء في هنا في النادي، درجة الحرارة عالية شوية لكن طبعا اللاعبين خلاص ما فيش وقت، كان أجازة 6 أيام بقى لنا 4 أيام يعني ده رابع يوم على التوالي بنتمرن، الاستعداد بيسير على قدم وساق. يمكن الأجواء في النادي كلها بشكل عام أكثر من رائعة، الملعب تم تجهيزه بشكل أكثر من رائع عشان يحتضن تدريب النادي الأهلي النهاردة. يمكن كمان عاوز يعني اروح لابطال تاني في النادي الاهلي ونعرفك على اخر استعداد، يمكن فريق الطايره بالنادي الاهلي الفريق الاول رجال يمكن صعد لدور الثمانيه، كان في دور ال 32 تغلب على شرقيه الدخان 3-0 وفي دور ال 16 تغلب يوم الجمعه على فريق الطيران 3-0 وصعد بالفعل لدور الثمانيه، هيقابل ان شاء الله غدا الاثنين على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا بالنادي الاهلي في 6 مساء هيقابل فريق الترسانه ان شاء الله يكون الفوز حليفه ومن توفيقه الاهلي يصعد لدور الاربعه ان شاء الله. هيبقى في انتظار مواجهه الفائز من الاتحاد وهليوبلس وده هيبقى على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. يمكن المباراه قبل النهائيه والنهائيه هيبقى الخميس والجمعه ان شاء الله، هيقام المباراتين على ملعب محايد في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه ان شاء الله. يا رب نتمنى يعني ربنا يكلل مجهود فريق الماسترز او رجال الطائره في الاهلي بمجهودهم بكل التوفيق. يمكن الفريق عمل البطوله المحليه الدوري فاز بيها ويكملهم بالثنائيه ويبقى يعني اللقب للموسم الثاني على السريع بيحقق الثنائيه. يمكن فريق الانسات سبقه واخذ الدوري واخذ الكاس، وده عهدنا دايما بفريق الطايره في النادي الاهلي. يمكن كمان يعني انتصار
الكرات الطايره مستمره على طول. فريق 15 سنه كمان اتغلب بالامس على هوليليدو في بطوله الجمهوريه تحت 15 سنه. اعتقد كلها انجازات وكلها فعل خير ان شاء الله ان فريق القدم يعني زي ما بنقول اللعبه الشعبيه الاولى في مصر وفي العالم كله ان شاء الله يحقق كل طموحات جماهير النادي الاهلي ويكونوا عند الموعد ويكونوا عند ثقه كل جماهير النادي الاهلي فيهم. وربنا ان شاء الله يكتب لنا التوفيق والنجاح وتبقى الخطوه الاولى من تونس اول 90 دقيقه او الشوط الاول من مباراه الدور نصف النهائي ونكون موفقين فيها ونحقق نتيجه ايجابيه ويبقى الاكتمال هنا ان شاء الله والصعود في مباراه العوده يوم 26 ان شاء الله ويكون النادي الاهلي في النهائي وينتظر الفريق الاخر يوم 17 يوليو ان شاء الله والتتويج بالنجم العاشر. كلمه ليك يا كريم. من بقك لباب السبا يا محمد ونورتنا، بنشكرك على التغطيه المتميزه دي جزيل الشكر. كابو كباتن هنرجع مره ثانيه نكمل كلامنا معاك بس بعد اذنك نطلع فاصل سريع وعوده ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده ل 10 الصبح في الاهلي والضيفنا العزيز كابتن ايهاب المصري اللي منورنا. واحنا الاثنين ساعدنا واكيد الناس كلها ساعدت جدا لما شفنا ان قفشه بيشارك في التمرين وان شاء الله باذن الرحمن يبقى كامل الجاهزيه والاستعداد للمشاركه في مباراه الذهاب. في عندنا لعيبه طبعا كل اللعيبه بطبيعه الحال كلهم على الراس من فوق، لكن في لعيبه كده بيبقى لها خصوصيه وقفشه واحد من اللعيبه. قفشه خلاص، هو قفشه قدر يسيطر على قلوب الاهلاويه بعد مباراه نهائي افريقيا الموسم الماضي. فاعتقد خلاص يعني قفشه دخل وارتبطت دي جمله القضيه ممكن. فخلاص هو قفشه دخل قلوب الاهلاويه خلاص بمجهوده في الملعب برضو. يعني اقول لحضرتك حاجه، قفشه تطور كتير جدا مع مستر موسيماني عكس اداؤه مع مستر فايلر. فاعتقد ان قفشه بيأدي مع مستر موسيماني فتره واداء كبير جدا، تطور اداؤه بشكل كبير جدا مع مستر موسيماني، هو طور من نفسه بشكل كبير جدا، بقى اصبح هو العنصر اللي بينجح بشكل كبير خطه مستر موسيماني وطريقه لعبه. فانا كنت مبسوط جدا يعني اللي هو بيجري النهارده بشكل كويس الحمد لله، يعني ربنا يكمل شفاه على خير. الفتره اللي فاتت شفناه كلنا هو بيجتهد وبيحاول اللي هو يلحق باللقاء، ما خدش الوحيد اللي ما خدش اجازه ما خدش الراحه السلبيه بشكل كبير، كان بيشتغل في الجيم بيشتغل على رجله تقويات وده واضح النهارده اللي هو يعني الحمد لله بيجري بشكل سليم. لكن طبعا هو قفشه موضوع الانكل ده بيبقى فيه ترنات او فيه فنتات كتير قوي وهو طريقه لعبه كده. فاتمنى ان شاء الله يكون سليم 100% على يوم ال 19 ان شاء الله باذن الله. لان لو 50-50 زي ما قلت لحضرتك كنا بنتكلم في الفاصل لا انا ما اتمناش ان قفشه يشارك لو 50-50. اتمنى يكون متواجد مع الباس عادي لان يدعم زمايله ويكون متواجد مع زمايله، لكن 50-50 لا انا ممكن اخسره في الماتش واخسر قفشه لمده شهر على الاقل ولا حاجه. لا انا لو 50-50 قفشه يكمل البرنامج العلاجي بتاعه بشكل مكثف وبشكل كويس عشان ان شاء الله باذن الله يكون عامل مؤثر في ماتش العوده هنا في القاهره وزميل ليه هيأدي الدور وعلى افضل وجه ان شاء الله يكون سليم 100% بس هيأدي نفس الدور بجديه واجتهاد اكتر يبقى ده افضل بكتير. وخصوصا ان دلوقتي بقت كل الاصابات يعني من 3 اسابيع شهر ونص. فانا ليه اخسر واحد مهم زي قفشه لو هستنى عليه اسبوع كمان ويرجع سليم وهيفيدني في مباراه العوده؟ انا ما عنديش مشكله استنى واستحمل الاسبوع، لكن ما اتمنى ما نخاطرش بقفشه في ماتش الذهاب هناك في تونس مع احتياجنا الشديد لقفشه. لكن ان شاء الله باذن الله اللي موجود يعوض ويسد ويكون على قد المسؤوليه باذن الله. هل بالمناسبه شايف ان كابتن بيتسو موسيماني كان قادر على التعامل مع ملف الغيابات في الفتره الاخيره بشكل كويس؟ بنسبه كبيره، لان في اماكن يعني قدر يتعامل مع غياب علي معلول المؤثر جدا على الناحيه الهجوميه، واللي طال الحقيقه طال جدا وعودته اسعدتنا كلنا في ماتش نهضه البركان طبعا. اعتقد كان وجوده ونزوله في الشوط الثاني في ماتش نهضه البركان كان نقطه تحول، شخصيه كبيره في الملعب، شخصيه النادي الاهلي موجوده في علي معلول، حل هجومي كبير جدا عند علي معلول. انما وجدناها دفاعيا عند ايمن اشرف، كان حل دفاعي ايمن اشرف قدر يعوض غياب علي معلول شويه دفاعيا، لكن هجوميا كان علي معلول كان سايب فراغ كبير جدا عند النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. حمدي فتحي طبعا غيابه كان مؤثر، لكن طبعا. وجود ديانج والسوليه بيأدوا بشكل كبير جدا مع وجود اكرم توفيق. ففي غيابات اثرت وفي غيابات يعني الحمد لله برضو ايه مش البديل، لان لعيبه النادي الاهلي كلها على قدر على المستوى الواحد ولاعيبه كبيره جدا ولاعيبه كلها لعيبه منتخبات ويقدروا يعوضوا غياب بعض ويقدروا يشيلوا فرقه لوحدهم كل لعيب في نص الملعب. بس ده ما يمنعش برضو ان اكيد عوده الغيابات يعني كنا بنتكلم على علي معلول يعني وحمدي فتحي طبعا ومحمود متولي حل من الفرقه وقفشه نفسه اللي كنا بنتكلم عليه وقفشه عوده اجايم بعد فتره برضو. اعتقد الغيابات دي كلها لما رجعت الفتره اللي فاتت هتدي حلول كتيره واريحيه لمستر موسيماني، هيقدر يعمل اللي هو عايزه في الملعب، هيبقى عنده خطط بديله، هيبقى عنده مفاتيح لعب كتيره،
هيبقى عنده الامور كلها الاوراق كلها متاحه بالنسبه له. اكيد اكيد. فدي بالمناسبه انت لو كنت مكان بيتسو موسيماني كنت هتبقى قلقان من ايه خصوصا في مباراه الذهاب في رادس؟ هو طبعا يعني الترجي طبعا لو هنتكلم عليه هو الترجي عنده القوه بتاعته تتمثل في ثلاثي خط الوسط اللي هو الشعلالي وبن غيث وبن رمضان عندهم وفي كوليبالي كمان. يعني الاربعه دولت في نص الملعب ثلاثه منهم بيلعبوا اعتقد عندهم ميزه كويسه جدا، ميزه التصويب بيشوطوا بشكل كويس، عندهم استحواذ في نص الملعب، عنده حمدي الهوني والمحترف تيجولي باين اعتقد او تيجوي، وعنده كمان انيس البدري من اللعيبه الكويسه جدا اصحاب الخبرات، عنده دلوقتي حمدي النجاز وعنده طبعا. انيس شتي الاثنين الياس شتي الاثنين الباكين الطرف عندهم انطلاقات بشكل كبير جدا، بيعملوا كروس عرضي بشكل كويس، عنده فرق مهاجم طويل عبد الباسط الافريقي بيلعب بدماغه كويس. فهي دي اللي لازم مستر موسيماني بقى يشتغل على النقطه دي، ان انا امنع الباكين الطرف من عمل كروس عرض كتير لعبد الباسط لان دي ممكن تسبب مشكله للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت تواجد النجاز والياس هيعملوا في ثغره كبيره جدا وراهم ورا باكين الطرف للترجي التونسي، في مساحات كبيره جدا هتتخلق وراهم. فاتمنى ان محمد شريف وطاهر وحسين الشحات او اي حد هيلعب في النقطه دي يقدر يستغلها كويس، المساحات اللي هتبقى موجوده ورا خط ظهر النادي الترجي، لان خط ظهر الترجي يعني يعيبوا البطء برضه. يعني عنده خليل شمام او اي حد بيلعب جنبه عندهم سنه بطء شويه، فاحنا عندنا الحمد لله الخط الامامي في النادي الاهلي فيه سرعات زي محمد شريف. سنه البطء دي بقى تستدعي ايه من لعيب يعني من موسيماني؟ ان هو مثلا هل تقترح على ذكر الشحات ان يكون البدايه بالشحات ومحمد شريف وربنا يصلح الحال ويكون معاهم قفشه كمان، ويخلي حد زي صلاح محسن كورقة رابحة؟ صلاح محسن يعني كورقة رابحة لمرحلة لاحقة أو لشوط تاني أو كذا بيأديها بشكل كويس الفترة اللي فاتت. صلاح محسن بنشوفه بيصنع الفارق لما بينزل بيكون في كامل تركيزه، هو بدأ يركز في الملعب بشكل كويس، عشان كده ربنا بيكافئه كل ما بينزل بيبقى ليه بصمة وليه دور في الملعب. فأتمنى الاستمرارية لصلاح محسن على نفس المنوال. يعني طاهر أو محمد شريف وحسين الشحات اعتقد دولت الثلاثي الاقرب لمستر موسيماني في ظل غياب قفشه لحد دلوقتي، فاعتقد هيبقى ده الثلاثي. الثلاثي هيبقى عليه شغل كبير جدا طبعا طبعا في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، ان هم يعملوا الشقين مع بعض، الارتداد لمساعده الباك اليمين سواء رامي ربيعه، على حسب ما بنسمع دلوقتي ان مستر موسيماني بيجهز رامي ربيعه عشان يقود الجبهه اليمنى في غياب محمد هاني طبعا على المباراه الاولى، ومساعده علي معلول في الجبهه اليسرى من حسين الشحات. فاتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف المجموعه اللي هتلعب ان شاء الله باذن الله، ويكون على قدر المسؤوليه يا مسهل الحال ان شاء الله. كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولين العرب الاسبق ونجمه السابق، نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا النهارده. شكرا جدا جدا لوجودك، وان شاء الله نلتقي بيك مره ثانيه على خير باذن الله. والشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.